يا ترى رح يطلع بإيدك يا غسان تساعدني؟ يا رب يمشي الحال واخلص بقى. روح يا أنور الله يصطفل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بدي تطلع على قلبي على هالشمال. وحياة الله قلبي عم يهبط كل يوم كل يوم. لك يا زنبوع غض نظر ولك لعما بقى الأدبك. سماهر أنا ما بقى فيه. خير شو في؟ شو رأيك نحدد العرس الأسبوع الجاي؟ يعني رح نعمل عرس؟ نعمل عرس هيك منمنم على قدنا. تأمر قلبي إن شاء الله. حبيبي قلبي تاكي بزير؟ شلونك قبل الحروب؟ أهلين يا زين. شو وصل الجحش؟ لا لسه ما وصل. ايه صحيح نسيت اعرفك. ايه رفيق عمري يزن. سماهر زوجة المستقبل. اهلين سماهر. سلمي معلش سلمي. اهلين سماهر. السلام عليكم. اهلين غسان. يلا احطي. طيب انا بدي امشي بدك شيء؟ سلامة قلبك. ديري بالك على حالك بالطريق ها. والله ايامك يا ابو الحروف عامل لي فيها غراميات، وانا عم اقول لحالي ايش عم تسالني عن اسم سماهر. لك شو بدنا نضلنا صايعين ضايعين يا ابو اليزوم؟ بدنا نتجوز. مبروك مبروك تقبرني. الله يبارك فيك يا ابو الغيث. حكيت مع راما؟ هلا كل الامور تمام، بس صفي عن السياره. ها؟ ليك التاكسي وراك. يلا يا رب يا رب. يلا. تاكسية؟ ايش عليك شريف؟ لوين مشوارها؟ عجرمانة. ايه شرف. عداد ونص بس ها؟ لا يا على عداد، قد ما بيطلع عدادك بعطيك. ايه لا ما بيمشي الحال. ايه مثل ما بدك. لك تعال تعال تعال. عصبي انت. راما خود رد عليها. ايه راما؟ يزن؟ كيفك؟ لا تاكلي هم حبيبتي، هذا الواطي نهايته على ايدي اليوم. خلص عمل لك عندي. طيب بس بالله خبروني شو بصير معكم. ايه؟ لا خلص بقى. باي. لعما خير شو صار؟ عطلت والله السيارة عطلت. يا حبيبي هلا وقتها؟ أخي أنا نازل أشوف سيارة تانية. لك لحظة لحظة بلكي هلا بنصلحها. الله يقويك. مرحبا حبيب. أهلين أبو اليزو. أهلين بالشباب. يا أهلين يا أهلين تفضلوا. معلم نحن عنا روح على جرمانة. شغلة حياة أو موت ها؟ خلص تاخذنا معك؟ أيوه إيه بس شوفوا المعلم هو الزبون يعني. الزلمة أكابر موافق ما بدك. لا ليك ما في منه ما شاء الله حوله. شرفوا لا تشتغل بالاول شرفوا. يلا يا رب يلا شرفوا شباب شرفوا بلكي الله بيهونا بتشتغل شرفوا. والله ما بعرف شو صار له ما له بالعادي يلا شرفوا. يلا يلا سلم الله. يلا خلصنا ساعه صافي. هذيك مسبته خلاص. مشان الله قالوا لي انتوا شو بدكم مني؟ خلاص ما بدي اسمع صوتك ولا امشي. سمعت سؤال لا امشي تعال خذوا راحتك. هات 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 هات
اجذبها قد ما بدك، اجذبها بلكي بدي شيلهم لعيونك. راما، راما اللي استغليت طيبتها وراحت صدقتك المسكينة. لك ايه راما، راما الطيوبة الحبابة اللي بعدها بسباها، اللي نزعت لها حياتها، الله لا يوفقك ان شاء الله. لك خلصنا بقى. ايه شو بدكم مني هلا؟ يعني بظن انه الشاب قال لك شو بدنا. بدنا الفيديوهات. ايه بس ما في لا فيديو ولا شيء. كذاب ولا؟ لك كذاب. لك طب خلي علي. هدي هدي. لك هدي. لك يا حبيبي يا عيني، بنت اعطتك وجه وحبابي وكذا، بتقوم بتسجلها شرايط. لك لك الله لا يوفقك ان شاء الله ويخرب بيتك من بين العالم. لك تعال انا برلي شافك بقول رح تذبح ومسيك. سمديات. ليك حبيبي انور، هن كلمتين احسن من 10. اذا ما بتقلنا هلا وين حاطط الفيديوهات والدي في ديات، يعني مثل ما قلت لك رح اضطر اسفا اني دفنك هون بارضك. طيب طيب انا رح اعطيكم كل شيء بخص راما، بس يعني كمان في شغلات تانيين خاصين فيني. شو هن؟ شغلات لغير بنات مو؟ لك انا قديش مرق على راسي اندال وواطيين، بس مثلك لا والله ما شفت، عيني ما رأيت. اعطينا المفتاح. مشان شو؟ ولك هات المفتاح. لك وين حاطه؟ ليكو هون بالجيب الورانية. مسيك بتروح لعنده على البيت، شو في ديفيديات، شو في فيديوهات، شو في لابتوبات بتنكتركت وبتجيبها غسان. ايه بس يا زلمة واحد مثل هاد يعني بيكون مجهز حاله لهيك قصة اكيد بيكون خافيهم. لحظة انا عندي حل. مزبوطة بيحكي. اسمع شو بدي اقول لك. هلا بدي اروح معك على البيت. اذا بتعمل اي شيء بالحارة وحياة الله وحياة الله ابرك بحارتك قدام البيت، عم تفهم ولا لا؟ قوم. لحظة شوي، خليني اروح بيت قدام. روح من اول وقت. جالك فهمني شو هاد؟ جاجة. بالله جاجة؟ منيح اللي قلت لي انها جاجة، والله كنت فكرها بغل انا. والله جاجة، بعدين تعال لي حساب معي 290 تقسيم 24. والله ما بعرف. شو ما بتعرف؟ شو الجامعة ما بتعرف؟ هلا كنت عم بحسبها 200 ولك طنشة، بدك تقول لي شو عم تعمل هي الجاجة معك ولا سارخك كف ملزعك بالحيط؟ الله يسامحك يا زوم، هذا بدل ما عم فكر مستقبلك ومصلحة العيلة؟ كيف بقى؟ طيب، قد ايه حقه صفط البيت؟ 290 ليرة. حلو كتير. وهي الزجاجة حقها 400 ليرة وكل يوم بتبيض بيضتين، بيضة لك وبيضة لي، بقى أنا أوفر يا زوم. دخيلك يا رب.